سعيدة أنكم موجودين عشان تشوفوا بنفسكم قد إيه إحنا متطورين ومهتمين بالقلب الرياضي وبالرياضي عامة. فريق النادي الأهلي كابتن كلفنا إن إحنا نجيب الطاقم الإداري والفني والتدريبي كله علشان يشوف المكان عشان يقدر بعد كده يشوف يستخدم إيه للعيبة، الحفاظ على اللعيبة، حفاظ من الإصابات، الحفاظ للمستقبل، وكمان إنك تحسن الأداء لأن ده بيساعدك في التدريب وفي الأحمال. Bueno, estamos. Estoy muy contento de haber podido participar. هو سعيد جدا إن هو ساهم في افتتاح المركز ده. Y muy impresionado, ¿no? Muy impresionado. وأبهره المكان فعلا والأجهزة الحديثة اللي فيه. Estamos hablando de una serie de adelantos. احنا بنتكلم على تطور مهم جدا. El deporte, el fútbol en particular. الرياضة والكرة خاصة. Merecen tener este tipo de cosas, ¿no? Poder. El fútbol pide eso. تستحق الاهتمام ده. ومحتاجه الحاجات دي. Y bueno, es una suerte que el club lo entienda así. ومن حسن حظنا ان النادي نفسه ورئاسته فاهمه متفاهمه الموضوع ده. Nos da la posibilidad de participar aquí de alguna manera hoy en la inauguración hoy. وبتساعدنا ان احنا نساهم ونشارك في ده ونتعاون. Más adelante, ¿no? ونستخدم ده في المستقبل ان شاء الله. Bueno, evidentemente yo soy solamente un eslabón. من الطبيعي هو زي ما انت عارف هو عباره عن ترس في مكنه في منظومه. Lógicamente está el doctor. Está Alejandro, preparador físico. Que ellos están lógicamente mucho más directamente implicados en este tipo de situaciones. هما اللي مرتبطين بالمجال ده أكتر منه، لكن هو بيقول إن هو ترس في منظومة كاملة. Lo más importante es que tenemos la posibilidad de poder utilizar un. لكن من المهم إن إحنا نستخدم النظام ده والحاجات المتطورة الموجودة في المستشفى هنا في المستقبل. Sí, sin duda que hay. Que hay algunas máquinas que conocemos. En otras habrá que instaurarse un poquito más con el tema del staff médico para ver la información que dan. في مكنات تانية احنا شفناها ومحتاجين عنها معلومات أكتر وده هنطلبه من الدكاترة هنا. Y a partir de esa información ver cómo la podemos usar en el campo. المعلومات هنشوف ازاي نقدر نستخدمها ونتعاون في الموضوع ده مع بعض. Sí, sí, creemos que sí. نعتقد إن ممكن فعلا نستخدموها قريب. Tenemos que tener claro qué variables recolecta dicho instrumento. بنحتاج ان احنا نعرف ايه اللي ممكن يغير في الفريق الماكينات دي والاجهزه الحديثه دي. Para su posterior análisis tanto desde el punto de vista del rendimiento como desde el punto de vista médico. عشان خاطر نعرف نستخدمها في المجال التدريبي وفي نفس الطبي. مستشفى وادي النيل واحده من عمالقه المستشفيات اللي موجوده في مصر، كونها ان بقى في كمان جواها وحدات متخصصه للقلب الرياضي ده انا شايف انه يرتقي لمستوى ان مصر تبدا تنظم احداث رياضيه عالميه، فدي مساله مهمه جدا. طبعا بالنسبه للاستعمالات المختلفه لمكونات الوحده، كل الحقيقه حاجه ليها استعمال معين، بمعنى الشريحه مثلا المتنقله ديت لما بنعمل فحص عام وبنلاقي ناس ليها ريسك معين، ساعات بيتابعوا الناس ديت من خلال الشريحه ديت، والنظام ده معمول بيه في العالم من زمان جدا وبيتابع من خلال الواي فاي، وفي بعض الاحوال اللي فيها احداث فيها جري مسافات طويله بيتراقبوا اللعيبه بشكل فردي، واللعيب اللي بيبقى في ريسك بتيجي قرار ملزم ان هو يقف او يستنى. وبالتالي هو ده جزء من منظومة محتاجة بقى تدخل، الجزء ده من المنظومة محتاج يدخل في تنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة، محتاج يدخل أو يتبسط للحصول بيه على شكل روتيني. مثلا عندنا في النادي الأهلي تقييم حالة القلب للاعب بتيجي أول ما بيدخل النادي بنعمل له حالة تقييم. بالطبع وجود التقييم اللي من النوع دوت يخلي الواحد ويحفز الواحد على انه يشوفه. بالتاكيد في بعض الناس ات ريسك، يعني في خطوره، هيستفيدوا بالمكان دوت بشكل كويس جدا. الالعاب الفرديه هتستفيد بشكل كبير قوي من الموضوع دوت، لانه المتابعه الفرديه هنا في الحالات بتبقى جيده وممتازه. فانا شايف انه انا فخور طبعا بان بلدي فيها وحدات ترقى لمستويات احداث رياضيه عاليه، ودي حاجه تشرفنا كلنا طبعا يعني. بغض النظر عن اي شيء، يمكن الواحد كان حاطط في دماغه بعض الاشياء لما بيتعرض عليك حاجه وبتطلب للزياره. يعني بشكر القائمين على الموضوع سواء كان دكتور حازم خميس او دكتور احمد اشرف او دكتور رانيا علواني. يعني انا كنت جاي متخيل حاجه
مختلف عن كده، لكن لما جيت انا فخور اني موجود في حاجه في مصر بالشكل ده، كيفيه التعامل والتنسيق والاستفاده ان شاء الله احنا هندرسها، لكن حاجه جميله جدا ان يبقى في مصر حاجه زي كده بالشباب بصراحه. بنستغل ده لفريقنا، فريق النادي الاهلي، اكيد اكيد الاستفاده ان شاء الله باذن الله.